أهلا بحضراتكم. الحلقة اللي فاتت عرفنا إيه هو تعريف الغذاء الآمن ومسؤولية مين ومراحل وصول المنتج الغذائي لينا، وكمان إيه هي المخاطر اللي ممكن نتعرض ليها وإزاي نتجنبها. النهاردة اخترنا منتج غذائي مهم ومفيد جدا وهو السمك. عايزين نعرف إزاي نضمن جودة وسلامة السمك وخلوه من أي فساد، وإزاي كمان نعرف نشتريه. دكتور أسامة عباس المتخصص في جودة وسلامة الغذاء هيقول لنا كل المعلومات دي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم وبالسادة المشاهدين. حضرتك ست البيت لما تنزل السوق وتشتري سمك، إزاي تضمن إن السمك ده طازة وتضمن جودته إزاي يا دكتور؟ يعني بشوية علامات بسيطة جدا وسهلة على أي حد بسيط إنه يعني يشيك عليها ويعرف إن السمك ده طازة أو مش طازة. في 8 شواهد أو 8 علامات ناخد بالنا منه. أول علامة إن السمك الطازة يبقى العين جاحظة ولامعة، يعني عين السمكة تبقى خارجة البرة بارزة عن مستوى جسم السمكة ولامعة وليست غائرة ومعتمة أو عليها سحابة أو غشاء أبيض كده. تاني علامة إن خيشوم السمكة يبقى أحمر وردي، ما يبقاش غامق في اللون بتاعه. تالت علامة إن قشور السمك أو الحرافيش اللي على جلد السمك تبقى متماسكة أو ليست سهلة النزع، لأنها لو سهلة النزع يبقى السمك ده متحلل والقشور سهل إنها تسيب من الجسم بتاعه أو من الجلد بتاعه. العلامة اللي بعد كده إنه لازم رائحة السمك تبقى جيدة، ما يبقاش فيها عطانة أو زفارة أو أي ريحة غريبة. العلامة اللي بعد كده إن لازم بطن السمكة تبقى سليمة، لأن لو بطن السمكة مفتوحة وبارز منها جزء من الأمعاء ده يدل على إن السمكة دي حصل ليها فساد أو تعفن أو سبويلج، والبطن انفجرت بعد ما انتفخت وخرجت منها يعني جزء من الأمعاء، فلازم البطن تبقى سليمة. العلامة اللي بعد كده إن ملمس السمكة ما يبقاش لزج، يبقى ملمسها مائي، ما يبقاش فيه لزوجة. العلامة اللي بعد كده إن ممكن لو مسكنا السمكة من الديل الراس بتاعتها ما تتقوسي للآخر، يبقى فيه درجة تقوس معقولة. العلامة المهمة جدا إن ممكن بصبعنا كده نتك على نسيج السمكة فلا يترك ندبة أو علامة، لأن لو ترك ندبة أو علامة ده يدل على إن النسيج متحلل. لازم كل العناصر دي تكون متوفرة في السمك وإحنا بنشتريه؟ ده سؤال جميل جدا. الاعتماد على علامة واحدة لا يكفي، لأن ممكن أصحاب الضمير المعدوم بيعملوا نوع من أنواع الغش التجاري يضللوا لو حضرتك بتشيكي على شاهد واحد أو علامة واحدة. فلو إن حد متخصص إنه يشوف لون الخيشوم وردي فقط، فممكن هما بيضيفوا مواد زي مية الأكسجين بتجعل الخيشوم وردي مع إن السمكة دي وبتضيع الريحة الغريبة أو الريحة المعطنة بتاعتها بالرغم من إنها سمكة مش طازة. والناس اللي بتعتمد على شاهد واحد اللي هو الصباع ما يسيبش ندبة على نسيج السمكة، ممكن البائع ده لو ما عندوش ضمير بيزود التلج أو بيتقل درجة التلج اللي موجودة مع السمك الفريش، فبيصل إلى درجة شبيهة بالتجميد، فمش الندبة دي لن تظهر ولكنها من التجميد وليست من الطازجية. لو هتشتري سمك أفضل إن احنا نشوف كل العلامات. تمام. أو أكبر قدر من العلامات اللي قلناها. لو هنشتري سمك مجمد نضمن جودته إزاي يا دكتور؟ السمك المجمد من يعني الحاجات الشائعة وبنشوفها كلنا في السوق وغير مضمونة إن احنا نلاقي سمك كراتين مجمد وسايب، فلا ينصح إن احنا ناخد حاجة سائبة لأن ما شفناش الليبل بتاعها أو شهادة البيانات بتاعتها. فلازم لو هنشتري سمك مجمد يبقى في كيس معلوم الشركة بتاعته اسمها ايه، تاريخ انتاجه، تاريخ انتهاء الصلاحية بتاعته، شروط التخزين. ولكن لا نشتري اي منتج مجمد مش في العبوة بتاعته او خارج العبوة بتاعته. طب سؤال اخير بس يا دكتور، الست اللي هتخزن السمك في البيت تضمن ازاي انه ما يفقدش قيمته الغذائية؟ ده سؤال جميل جدا جدا جدا. لو المنتج ده مجمد فلو تم فكه وإعادة تجميده أكتر من مرة بيفقد قيمته الغذائية. فيفضل لو اشترينا سمك فريش نعمله يعني عبوات على قدر استخدام المرة الواحدة. يعني لو أنا استخدام بيتي كيلو وأنا شاري 3 كيلو فما حطهمش 3 كيلو مع بعض في الفريزر وبعد كده أفكهم وأرجع أجمدهم تاني، لأن ده لا يحبذ
بيفقد القيمة الغذائية والعد البكتيري بتاعه بيزيد، فإحنا نجزأه على قد استخدام المرة الواحدة بحيث أن إحنا نسيحه مرة واحدة. أنا بشكرك يا دكتور، دكتور أسامة متخصص في جودة وسلامة الغذاء، بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات القيمة دي. بشكركم مشاهدينا، ويا رب تكونوا استفدتم من حلقتنا النهاردة. إلى اللقاء.